شارك عشرات آلاف من أبناء محافظة جرش في مسيرة مدفوعة بحب الوطن والقائد تحت عنوان الوفاء للوطن والقائد. حيث غصت شوارع المدينة بالمواطنين الذين تهافتوا للمشاركة بالتعبير عن حبهم للوطن والقائد والتأكيد على التفاتهم خلف الراية الهاشمية لدعم مواقفه الرامية إلى تقدم الوطن واستقراره واستمرارية أمنه وازدهاره. المسيرة التي شهدت حلقات الدبكة والرقصات الفلكلورية الشعبية انطلقت من دوار القيروان وصولا إلى المسرح الجنوبي في المدينة الأثرية حيث أقيم احتفال شعبي كبير. ممثل الفعاليات الشعبية والعشائرية والمخيمات أحمد توفيق العتوم أكد أن أبناء جرش سيبقون على العهد والوعد للقائد الذي بدأ وحارب الفساد. وإننا في جرش على ذات الولاء والانتماء الذي قطعوه أجدادنا في مراحل التأسيس الصعبة، وإن الأردن وأمنه واستقراره خط أحمر نفتديه بالمواج والأرواح، نفتديه بالمواج والأرواح والغالي والنفيس وصولا إلى الوطن النموذج الذي نتطلع إليه من خلال الإصلاحات الشاملة في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يقودها سيد البلاد حفظه الله وأعز الله ملكه وسدد على طريق الخير خطاه. أرفع باسم جميع أبناء هذه المحافظة الأبية الذين عرفوا بالولاء والحب والوفاء والولاء لأبي الحسين أسمى آيات الولاء. فيما قال ممثل القطاع الشبابي والثقافي والأحزاب الدكتور محمد بدر عياصرة وهو من حزب التيار الوطني إن جلالة القائد استشعر مطالب أبناء شعبه وكان السباق لتحقيقها. كنا وما زلنا وسنبقى جندكم الأوفياء سيدي أبا الحسين، ها هم الجرشيون كما هم الأردنيون جميعا يعبرون اليوم عن فخرهم واعتزازهم بقيادتكم الحكيمة الرشيدة، ويضرعون إلى الباري عز وجل أن يحفظ جلالتكم وعرشكم المفدى، ويحمي الله الأردن من كل المارقين والمتشدقين. الاحتفال اشتمل على فقرات فنية من بينها تلك التي قدمها الفنان متعب الصقار والتي تغنى فيها بالوطن وقائد الوطن. مسيرة جرش التي شارك فيها عشرات الآلاف جاءت لتثبت أن السواد الأعظم من الشعب الأردني لا يبقى صامتا، وأنهم خرجوا في هذه المسيرة ليؤكدوا أنهم دائما وأبدا سيبقون الأوفياء للوطن والقيادة الهاشمية.
بين